السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو رح نعمل تيست على الساين اب فانكشناليتي بعد ما اتممنا جميع العمليات اللي كانت مطلوب منا، مثل الكرييشن لليوزر والكرييشن للبروفايل والكرييشن بالنسبة للفيفرت ليست. وطبعا بالنسبة حسب ما هو الدياجرام موضح لنا، احنا عملنا كرييشن وعملنا فاليديشن ايضا، وعملنا بالفيديو السابق عن عملية الفيريفيكيشن ريكويست باي سيندينج كرييتنج للايميل توكن، then نعملها مثلا send للايميل. بعد هاي العمليه طبعا راح المفروض انه اليوزر يقدم لنا هذا التوكن على اساس انه نعمل له فيريفاي. تمام، طبعا بالنسبه للتستنج اول شيء راح نعمله هو عباره عن تشغيل السيرفر، لاني راح انا اعمل كرييشن للسيرفر، عفوا كومبايل السيرفر. هون طبعا راح نعمل كومبايل. طبعا بعد ما عمل كومبايليشن راح نروح عند البوستمان، هو اداه للتستنج للاي بي اي. طبعا لاحظوا هذا هي عباره عن الاند بوينت اللي احنا راح نروح عليها بالنسبه للاوث كنترولر. طبعا هاي الاند بوينت، يعني هاي الاند بوينت بتعمل ريجستر، من اسمها بتعمل ريجستر، اوكي. واحنا بنيناها طبعا بالنسبه للاوث، بالنسبه للكنترولرز داخل الاي بي اي. اذا رحنا مثلا على سبيل المثال على الاوث كنترولر راح نلاحظ انه في عندنا هون ريجستر، وهون باخذ تو اوبجكتس. الاوبجكت الاول كان عباره عن اوث كريدنشلز دي تي او، والاوبجكت الاخر كان عباره عن كرييت بروفايل دي تي او. فاذا رحت على البوستمان على سبيل المثال، في عندي هون اوث كريدنشلز دي تي او، باخذ اليوزر نيم والايميل والباسورد. طبعا تاكدوا انكم مثلا اليوزر نيم اعطوه اي اسم مش مشكله، الايميل يعني لازم يكون طبعا الايميل لازم يكون عباره عن ايميل صحيح يعني خاص فيكم مثلا جيميل، والباسورد شو ما كانت عادي مش عامل عليها فاليديشن. طبعا هون كرييت بروفايل دي تي او، فيرست نيم، لاست نيم، ايج، ما الى ذلك. تمام، طبعا بعد هاي العمليه من المفترض انه انا اجي ابعث سند للبوست ريكويست. طبعا في تغيير انا عدلته داخل الكود بالنسبه للاوث سيرفيس. تمام، في انا كنت هون بالكود عامل امبورت بيكريبت فروم بيكريبت جي اس، حاولوا كنت اعملوها بيكريبت اول اس بيكريبت جي اس، لانه مثلا يعني بدي اعمل امبورت لكل فانكشنز والبروبرتيز داخل البيكريبت جي اس، واحطها داخل متغير سميته بيكريبت. وذا نفس الشيء اعملوه على اليوزر دوت ريبوزيتوري، نفس الشيء. تمام، يعني بعد هاي العمليه اعمل ران. اوكي، عموما طبعا هاي يعني قبل ما تعملوا سندنج بوست عن طريق البوستمان اعملوا هاي الخطوه، ضروري جدا. تمام، داخل اوث سيرفيس واليوزر ريبوزيتوري. عموما داخل البوستمان لما اجي مثلا اعمل سندنج للريكوست عن هاي، فبيجي بعمل سند، راح ياخذ وقت. طبعا المفروض انه ما يرجع ليش شيء، ليش؟ لانه انا داخل الاوث سيرفيس انا عامل انه الساين اب بروميس اوف فويد، فالمفروض انه ما ترجع قيمه. عموما راح نشوف هنا، راح تلاحظوا انه الايميل سند سكسسفولي. ليش؟ لانه انا داخل اوث سيرفيس. تمام، انه انا بالنسبه للاوث سيرفيس في عندنا هون طبعا في عندنا بالنسبه للسند ايميل فيريفيكيشن، اذا كان في معلومات تطبع لي، هذا هو المسج اي دي، المسج اي دي طلع من المسج، هذا هو المسج اي دي. تمام، وهذا عباره عن الاس ام تي بي درايفر جيميل دوت كوم. وانا اذا كان في ايرور يطبع لي، بس ما طبع ايرور وكل شيء تمام، فكيف ممكن اشوف اذا عمل كرييشن ليوزر؟ راح اروح على البي جي ادمن، راح اروح عند اليوزرز اول شيء، وراح اعمل فيو داتا. طبعا بالنسبه لليوزرز المفروض انها تكون في عندنا المعلومات التاليه، مثلا زي الكريدنشلز، زي اليوزر نيم، زي الايميل، زي الباسورد، وراح تكون عباره عن السؤال. طبعا اول شيء انا حاب انا اورجيكم اياه، اليوزر نيم هو اليوزر نيم، لاحظوا على الباسورد ولاحظوا على السؤال، لاحظوا السؤال قيمتها مثلا بتنتهي، لاحظوا هاي قيمه السولت، عمل جنريشن للسولت. السولت هذا عاملين له ميكس مع الباسورد. تمام، يعني السولت راح يكون قيمته لهون، وعامل له ميكس مع الباسورد، بالتالي اليوزر راح يفكر الباسورد هي السولت واحد. تمام، فمش راح يعرف، هو مش راح يعرف ابدا. تمام، طبعا انتم راح تلاحظوا انه الاي دي لليوزر اثنين، لاني انا عملت قبل ما ابدا هذا الفيديو تيست بس لهي العمليه على اساس ما يكونش في عندنا ايرورز. وفي عندنا هون الايميل والسولت، وفي عندنا الرولز. طبعا السولت لا يفضل ان نخزنه دائما داخل الداتابيز، بس انا بس حبيت اورجيكم كيف شكل السولت. تمام، عموما الاوث في عندنا الاوث معلومات الفيسبوك اي دي نال، جيميل اي دي نال، والفاليد ايميل فولس لانه لسه اليوزر ما عمل ايميل فيريفيكيشن. وفي عندنا البروفايل اي دي، هذا عباره عن فورين كي بالنسبه للبروفايل. فاذا رحت على البروفايلز
تمام، وعملت فيو داتا، من المفترض انه يكون الاي دي لهذا البروفايل 2، تمام، على اساس اني لما اجيب اعمل فيتش ليوزر اجيب معه البروفايل، اجيب معه مثلا البلاي ليست، اجيب معه مثلا عده امور، تمام. عموما هذا الاي دي، طبعا الاي دي اللي جانا من هنا، في عندنا الاي دي 2، اوكي، في عندنا الفيرست نيم، في عندنا اللاست نيم، في عندنا الجندر، وفي عندنا الايج، وفي عندنا الكونتري، وفي عندنا السيتي، وفي عندنا الادرس، وفي عندنا الفون، وفي عندنا الفيفوريت ليست اي بي. الفيفوريت اي دي هو عباره عن 2. بالتالي اذا رحت على الفيفوريت ليست، المفترض ان يكون هون في عندنا فيفوريت ليست، الفيفوريت ليست تيبل، فاذا رحت عليه المفترض ان يكون في داخله رو، والاي دي الخاص فيه عباره عن 2، تمام. والاهم من هاي العمليات كامله طبعا انه انا ممكن اروح على الجيميل الخاص فيه، تمام. هاي طبعا 2 هون بالنسبه للفيفوريت ليست. اذا طبعا العمليه هاي بالنسبه للسندنج ايميل هو اشتغل كل هذه الامور، لكن هل اشتغل السندنج ايميل؟ اكيد اشتغل، لانه جتني رساله انه سينت سكسسفولي. طبعا بالنسبه ممكن كيف اتاكد؟ راح اروح عند الجيميل، تمام، اجتني مسج هي، تمام، بهذا الوقت انه بليز فيريفاي يور ايميل. فاذا فتحت عليها راح افتح عليها واشوف شو بعثت لي. طبعا بالنسبه لل بعث لي النوت الميلر، هاي يوزر، ثانكس يو فور يور ريجستريشن، بليز فيريفاي يور ايميل باي كليكينج ذا فولوينج لينك، تمام. فراح يحكي لي كليك هير تو كونفيرم يور ايميل. طبعا هذا اللينك راح يوديني على الكلاينت سايد، على الانجلر، على اليور ال، تمام. راح تكون راح تلاحظوا انه في عندي مثلا هون كونكتنج، هون طبعا راح يعطيني على اليور ال الخاص بالهاي لوكال هوست 4200 اوث فيريفاي ايميل، هذا عباره عن ايميل توكن، تمام. يعني هاي عباره عن كومبوننت داخل ال كومبوننت داخل الانجلر، تمام، وداخلها ايميل توكن. هذا الايميل توكن اللي مفترض اني ابعثه للباك اند، وانا ابعثه على هاي الاند بوينت، اوكي، اللي هي التوكن هنا، ويعمل لي اللوجيك التالي انه مثلا بالنسبه للفيريفاي ايميل يجيب الايميل فيريفايد ويحط لي هاي العمليه يوزر دوت اوث دوت فاليد ايميل از ايكوال ترو، وبالتالي انه يحذف هذا الفيريفايد ايميل موجود داخل الداتابيز، وفعليا برجع لي انه اليوزر برجع لي از فولي فيريفايد ترو. وهاي هي كل عمليه بالنسبه للساين اب فانكشناليتي. طبعا بالنسبه للفيديوهات القادمه راح تكون في عندنا ساين ان فانكشناليتي، وراح نشتغل موضوع الساين ان، كيف مثلا لما انا اعمل ساين ان كيف راح تصير التوكن يرجع لي، اعمل جنريت لتوكن زي ما شرحت بالرول بيس اوثرايزيشن فيديو، كيف راح الجي دبليو تي استراتيجي راح تعمل لي جنريت لتوكن، والتوكن هذا راح يحدد انه زي التصريح هل هو انا عامل لوجد ان ام انا مش عامل لوجد ان، تمام. هاي الفيديوهات بالنسبه للساين ان. وفي عندنا اصلا بعد هاي العمليات راح نعمل شيء جميل جدا يسمى الرول بيس اوثرايزيشن، راح احدد اليوزر كليمز بالنسبه للريسورس الخاصه بالسيستم، انه اليوزر مثلا اللي له صلاحيات ادمن، سوبر ادمن، ويك ادمن، ممكن يفوت على المانجمنت. اليوزر مثلا له صلاحيات بس مجرد يوزر او جيست يوزر او ما الى ذلك، ممكن يفوت يشوف المحتوى بس يشوفه بس ما يعدل عليه، تمام. فهي الامور احنا راح نبنيها بشكل تفصيلي ونتكلم عنها ان شاء الله بفيديوهات قادمه. هذا كان كل ما بالفيديو، إن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمة، ويعطيكم العافية.